ايوه يا شباب، انا دلوقتي حضراتكم لسه في عالم بلكريش ندوشي، بس انا دلوقتي طلعت الطابق الاول في الفيترا ديزاين ميوزيوم الجميل. مشروع جميل جدا جدا جدا، مش كبير في الحجم ولكن في تناول كل فراغ فيه متعه. انا مستمتع جدا جدا، مش بس عشان مجرد اللعبه بالانتيريور واللون الابيض والبيوتي اوف ما بيلدينج سبيرت لوك اب، ومش بس عشان مستضيف المعرض هنا ايفنت لبلكريشنا دوشي في كل الاعمال الجميله بتاعته، لا احنا مستمتعين بجو الاركيتكتشر. يعني هنا انت بتتفرج على واحد كسب البريتسكر اوورد وبتشوف ليه اخذ البريتسكر اوورد، شيء رائع. لكن خلينا في المتحف نفسه وفراغات المتحف، وشوف اللعب حضراتكم هنا بالاضاءه وبالسقف وبالحيطان، شيء بصراحه مذهل. شوف هنا مثلا عامل لك الحيطه دي كلها اهي باللون الايه، باللون الجراي، فانت تقدر تستنتج ان الالوان اللي هتيجي عليها كمان كلها بتتناغم مع اللون الجراي اللي هي بالحيطه الفيرفيس كونكريت. طيب وادي شوفوا حضراتكم هنا، ادي الاتريوم اهي تاني، انا طالع في الدور الاول. شوف الدور، بص هنا، بص السقف وجماله. طبعا احنا كل ده بنشوف الانتيريور بتاع المتحف، وانا دلوقتي هبدا انزل للطابق الارضي، بس هوريكم حاجه بقى هنا للكوريدور الكوريدور اللي بيودي على الدرجه اللي تحت. شوفوا حضراتكم هنا، ادي منظر الكوريدور برضو بيحط فيه السكاي لاين. شوف ده السلم اهو، سلم فيه كيرف خفيف كده، جميل جدا جدا. طيب هقفل الفيديو ده دلوقتي ونكفي بعد كده.